تلقت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظه الله برقية تهنئة من معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب وذلك بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، وثمنت معاليها دور سمو قرينة عاهل البلاد المعظم في التعاطي مع قضايا المرأة والجهود المثمرة لتقدمها في كافة المجالات، مشيدة بالإنجازات التي حققت للمرأة البحرينية من خلال ترأس صاحبة السمو الملكي للمجلس الأعلى للمرأة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه سائلة الله أن ينعم على سموها دوام الصحة والسعادة ويسدد على طريق الخير خطاها